كنا كل يوم في عاملين زي مقعد يقعد على الطلبة تحت درابزين السلم اللي بيودي في الدور الأرضي. فكل يوم احنا بنقعد على المقعد ده. جم يوم الخميس قالوا لا احنا هنلعب، تعالى اساس العب معانا. قال لا رجلي وجعاني، انا هقعد وانت العب، انت هقعد اتفرج عليكم. بنلعب وجينا قدامه، فانا عيني لمحته ولقيت الحيطه نازله وقعت عليه، ما ادريش ياس غير قال اه يا ظهري، قام وراح وقع في الارض. العيال اتلمت عليه، فانا رحت انادي استاذ ما لقيتش استاذ في اوضه المدير. جه اليوم دوا راح قالوا احنا هنلعب، رحت انا كانت رجلي وجعاني اليوم دوا، فما رضيتش، قلت لهم لا انا هقعد على العتبه. كل يوم كنا بنقعد ازز عن 15 واحد قاعدين، فراح كلهم لعبوا، قال له تعالى العب، قلت لهم لا. فرحت ردمت واحد صاحبي قال لي لا، طب راح اشتري حاجه وجاي، وانا كنت اشتريت وماكل. فرحت اما اكلمه لقيت ما حسيتش بحاجه غير وانا هما يطلعوني من تحت الحجاره. اصحابي شالوني على قد ما هم عارفين يعني، هو اصلك في واحد مكسور قبل كده وشالوه برضو نفس الشيء، هو عارف الشيله، فشالوني وطلعوني عند الوحده، ومفيش غير الاستاذ جه ورانا وما رضيش يشيل كمان. بعديها جينا كلنا شلناه، والمدرسين ما فيش ولا مدرس جه معانا يوديه الوحده معانا. انا اصلا ما نزلتش الفسحه، كنت قاعده فوق. راح اصحابي اللي كانوا تحت قالوا لي حاجه يا مريم، ده اخوك وقع على الحيطه. رحت عقبال ما نزلت لقيته حوالوه على الوحده جنبينا. فين الانسانيه ان انا اروح الاقي ابني ملجح على البلاط قدام الحمامات اللي في الوحده الصحيه، اللي هي مش صحيه اصلا يعني. الوحده الصحيه في ابو جوس البلد ما فيهاش سرنجه، يعني اللي بيتعور وبيروح ياخد حقنه ما بيجاش السرنجه، بيروح يشتريها من الصيدليه من بره، يعني ما فيش. طب خليني انا مثلا ممكن انا اقدر اصرف على ابني، طب ما في ناس معدومه. انا بناشد يعني المسؤولين يهتموا شويه باولاد الناس، يعني مش معقوله مبنى الاولاد يقولوا الحيطان بنشوف الفصول بنشوف بعض منها ومشرخه وما فيش اهتمام. ابني اللي في العاشر من رمضان جه دري قبل احنا ما نضرب في البيت، خدوه الطلبه زمايله ودوه الوحده، والوحده الطلبه من مسعافه من هنا لهنا وادي الحال. يا ناس احنا مصر ما تزعلوش مننا، مش اما نحس بالمصيبه غير بعد وجوعها.